اللي كما تعرفوا كلكم محكوم عليه بالإعدام بتهمة تسريب وثائق سرية ما قالوش عطاها العدو. تسريب وثائق سرية لمن؟ ما قالوش لمن. ما عليه. المهم كما كنت سبق وتكلمت على قرميت بوميرا انه اداوه للسجن السري في بني مسوس وين زادوا عذبوه باش يعرفوا شكون اللي معاه في الشبكة، مع العلم انه ما يقدرش يعرف شكون اللي معاه، ويجي واحد يهضر معاه عطالو سجل عطالو ضمانات والسلام، باش عطى اسم واحد يهاجم اللي شافهم والباقي ما في بني مسوس وين كان السجن السري. قلت تم تعذيبه، ووصلتني منذ لحظات معلومات تقول باللي التعذيب اللي تلقاه بونويرا يعني خلاه في حالة يرثى لها، واللي مارس عليه التعذيب ولد الحرام ناصر الجن عبد القادر حداد، هذا اللي يلزم واحد يعملوا ملف امام السلطات امام المنظمات الدوليه باش يجيبوه، هذا مجرم، هذا مجرم كبير. دونك هو قال لك يعني بعد ما عدى بين يدين ناصر الجن كسر له فمه، المشوار تاعه تكسرت ومقعد على كرسي متحرك الفوتيه رولون هكذا يوصفوا لي فيه اخوان، ما يقدر لا ياكل لا يشرب ابار لا سوب هكذا بون باي يجبدها بلاخ هذيك بون باي يجبد بها السوب. سافو هذا يعني عاد يشوف فيه بلي راح يموت، واش يديروا؟ نقلوه الى السجن العسكري في قسنطينه هكذا باش اذا مات ما يموتش في سجن بني مسوس، لانه اذا مات في سجن بني مسوس محتم عليهم يخبروا، لانه لما يموت واحد لازم يخبروا عليه، درك حتى يبقاو ضاربين عليه النح يجي نهار رايحين يكشفوا يقولوا باللي مات فلان، يعني على 10 20 30 سنة يلزم يكشف الامور، وبالتالي واش يديروا؟ يديروا للسجن العسكري تاع قسنطينة في حالة ما يموت قامت في السجن العسكري. هذه كما داروها مع محمد تمالت لما داوه للسجن الحراش، عذبوا في السجن الحراش كان يعذبوا فيه يوميا، نهار اللي حلوا دماغه ضربوه للحيط وهو ثاني ضرب روحه للحيط عند تعدوا عليه شيء فظيع، في هذيك كي شافوا باللي السيد يعني تقوات عليه لله بعثوه للقليعه. قليعه واش راه زادوا بعثوا بمايو، بعثوا سبيطار مايو وين مات؟ قال مات في السبيطار. هكذا السيناريو قادر يتكرر مع بونويرا. راني نقول الناس اللي يعني متعاطفين معاه خاصة أحزاب سياسية خاصة حقوقيين، وكان نعطيك معلومة نجيب معلومة من ذلك ماشي باش تسمح أو تسكت، هاد حزب المعارضة حزب يزم يتحركوا كما يتحركوش في قضايا كما هذه، يقولك عسكري ماهوش عسكري، هذا السنسيبيل دار الريتريت ديالو، دار الريتريت ديالو يزم الناس تكلم عليه حتى وين كان عسكري، ومن بعد ماهوش بنيادم. هذا الغلطة تاعو قلناها هو انه ما عرفش كيفاش إيدي رايح عند الأتراك يعرض عليهم في خدماته وكذا هاوش. هذه اللي نقولها دائما الإخوان، إياكم وأن تعرضوا خدماتكم. عبد القادر تيقا اللي كنت كلموا عليه واش خليه 23 سنة ما قدرش يدير كوارت، هو هاين باسكو ما يروح يعرض خدماته يقولوا روح تروح ياخذ منه واش كاين بعد تيفوريا راح تربح، هذا هو المشكل. أي واحد يعرض خدماته ما عنده ما وين يروح، ابقى دايما راسك مرفوع
إذا خرجت باش تخدم بلادك خدمها في إطار منظم، ماشي باش تروح تخدم عند أجهزة وعند كذا. هذا هو اليوم بونويرا غرميت راهو هو على كل حال محكوم عليه بالإعدام، أحسن له أنه يتعدم ويتهنى ولا يبقى في هذه الحالة اللي راهو فيها درك، لأنه حتى كي يدوه لسجن قسنطينة السجن العسكري راح يكون في قبر سيلونا ما عرف شنو زادوا عذبوه، كان مات وتهنى، كسروا له فمه داروا فيه كذا، راه مقعد على كرسي تاع متحرك كان فطيروا له. هاي ليك الحالة يا راهي، ربي يقدر الخير لبلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام.